يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. يعني الواحد لو إجا في نفسه ذنب، مثلا عاوز يعصي ربنا في أي ذنب ولكن تراجع مش عمل الذنب ده، خلاص ربنا سبحانه وتعالى مش هيكتبه له ذنب على الإطلاق، وطالما ايضا ما تكلمش به، يعني هو حدث نفسه بس مش عمله خالص. وده من رحمة الله عز وجل بينا بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.